أحسنت يا ياسر، أحسنت. قبل أن ننتقل للشاعر التالي، أود أن أذكركم أنه سيكون موعدنا للشهر المقبل في 5 من تموز مع أمسية عراقية. الشاعر علي السندي، الفنانة والكاتبة أعتقد اسمها إيمي الخالدي، والفنان والمطرب خالد قمر، اليوم في الأسبوع الأول، الأربعاء الأول من شهر تموز. أيها الأحبة، نحن سنكون الآن مع الشاعر رامي كنعان. رامي كنعان هو شاعر وباحث لغوي من لبنان، يحمل شهادة الإجازة في اللغة العربية وآدابها وشهادة الماجستير في موسيقى الشعر العربي. نشر ديوانا من الشعر عنوانه مساع الجسد. مارس مهنة التعليم 20 سنة، عمل كخبير لتطوير المواد التعليمية التفاعلية للتعلم عن بعد، عضو في الهيئة الإدارية للمركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون. أيها الأحبة، رحبوا معي بالشاعر رامي كنعان. مساء الخير. رفيقتي دائما، خليكم اولادكم واحفادكم. مرت الماضي وقت جهنم، فقرات من اختصار الصور. اليوم هنبلش هلا. انا نفسي بيقولوا انه نفسي يعني حتى الطوال عندي قصار. جدي وزميلتي وجيفارا، جدي لا يذكرني بجيفارا. جدي مؤمن، وحين يعطس لا يداري ويصرخ أتشو. زميلتي في العمل على عكسه، حين تمرض تهمس شي جبارة، ولكنها لا تزال مثله، مثل جدي، وتذكرني بجيفارا. جدي لا يذكرني بجيفارا. ممكن هاي الأصوات تاخذنا لمطارح. عبور بين احتضارك والمخاض السجن، بابان من أجل الولوج، ولا مسير إلى الوراء، ولك خياران بأن تمضي وتمضي. العيش بحر والعبور على جسد، من أين تمضي؟ أماني تقتتلان من أجل احتضانك، الأرض ثدي حياتك الثكلى، والباب مفتوح لغفوتك الأخيرة إن جئت للمرسى ولم تجد الشواطئ كي تنام. دون كيخوتي في انتظار جودو. أفراس تستوطن سماء السهول البعيدة، تنحت جسد الأرض. هنا المقهى ينتظر، يمتطي
دون كيخوتي صهيلا رباعي الدفع، خطاه فراشات طاولة دون ركن العيون، ملحدا يحتل الغيب ويتسع الغياب. البالون سماء تنتفخ دوية، المقهى بحيرة كؤوس، والبراقون غرقى غرق الفراغ، لا رياح في الشارع تدور، لا رياح في الشارع تدور، والطواحين في انتظار جودو على رصيف ضائع. في محطة السهل جودو دون تذكرة لعودة، أو حلم المنتظرين المنتظرين. دون كيخوتي ما زال يرسم غيوما للصيف بانتظار صهيل الأفراس، أفراس تستوطن سماء السهول البعيدة، تنحت جسد الأرض. اليوم طبقيا، عندما تتلصص الشمس من خلف الأفق تطارد الحياة، يحين الصباح، الأقدام تسعى إلى زرع، رؤوس العمال عناقيد تتدلى من جذوع الأرض، الوجوه مرايا اسفلت وأزقة، عشوشبة ورقة، عيون المشاة تنهم من ألوان وأشكال وبقايا، الصغار يعتلون قيودهم إلى زنازين الدراسة، والشوارع الفارهة فارهة إلا من بقايا بشر، والفوارغ نائمون، غيوم سوداء تبتلعها البقايا، الشمس تطل مجهوة مطمئنة، ترسم سطوة، تحوك حبالا ملونة، تمتلك العيون ويحين الصباح. الأعين الصفراء تنهض للقتال، تتفتح النوافذ الفارهة، الشمس تفر، الشمس تركض في الفضاء بركض الخائفين، تتسلل وراء الأفق، تتلصص لعل أقداما ووجوها وعيونا تنتظر، وينزل المساء. برتقالة. على الطريق كلما صادفت تفاحة يانعة راودني حلم قطافها، إنما يمنعني ملاك الصفارة وعيون أخرى، وحين تلوح لي الخضراء بنظارتها تستيقظ بي غريزة بغلية نحو الطعام، وحدها البرتقالة تمنح روحي قيامها، للخائف رؤية خاصة، التفاحة عين حمراء، والنبتة تصريح مرور، أما البرتقالة فيغسل يديه جيدا منها ولا يأكلها حتى في البيت. فتاة ولي هذا مش تليفون.
فتاة وليل. الليل طحين، الليل طحين لفتاة تتدثر بالصمت تفوح بأسرار. الليل طحين عند ضفاف النسوة تورث أزهار، ويحوم العمر على أقداح النور يأنس بالنار. أجساد تطفح سكرا وكؤوس أسوار، ليل ودوار. ما أحلى التين إن حل البرد على أوراق التين، ما أحلى التين إن استعرت أشجار الطين. الليل سماء حبلى صمتا كأنين، صوتا كحنين، قهقهة تشرق حين أوان الشمس يحين. فالليل طحين. لا أنا حاطط إشي أمبلا. نختم بحروب تشبه 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 بلدنا. طاولة مدورة في غابة الدخان، خلف ابتسامات عيون مزورة، منفضة من هيئة الأركان، وكان يا ما كان. عاصفة مفكرة، عواصف وطن كرة، وعصبة ظاهرة، عصابة مستترة، والفاعل بضمة مقدرة. في بلادي نفعل الحرب على شعب الأعادي، وننادي النادلة ترسم بسمتها، تحمل الأجساد أجساد الرمادي، وتكون الآخرة وابتسامات على الطاولة المدورة. شكرا يا رامي. ومجددا هيك الشعر مثل الفجر، مثل البحر، مثل الحقل، مثل العشق، مثل البرق، مثل في خيمة جمال وناشرة شعراتها فوق الجبال. هيك الشعر بيزرع سكوكع من هنا وغزال، بيشقع على كتاف الحكي عرزال، كتار اللي نزلوا يدوروا ببحر الشعر تيقطفوا شي جوهرة غير شكل، بس اللي نجحوا بالمهمة قلال. وأتمنى وأعتقد أن ضيوفنا لهذه الليلة من هؤلاء القلال. الختامها مع الشعر مثل مع الشاعر محمد فرحات من مواليد بلدة برعشيت الجنوبية، يحمل دبلوم في الهندسة المدنية والإجازة التعليمية في اللغة العربية وأدابها بعد أن أنجز دراستهما معا وكلاهما من الجامعة اللبنانية في بيروت. يحمل الماجستير في الهندسة من جامعة ديترويت، الماجستير في الرياضيات من جامعة وين ستيت. شو علاقة الهندسة والرياضيات بالشعر؟ نظم. نظم الشعر باكرا، له الكثير من القصائد في مواضيع مختلفة، نشر عددا منها في بعض الصحف والمجلات، لكنه لم يطبع أي ديوان بعد. رحبوا معي بالشاعر محمد فرحات. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر الدكتور علي على هذا التقديم الجميل، وأشكر من دعاني لهذه الأمسية، وأشكركم جميعا على هذا الحضور الرائع، وأتمنى لهذا المنتدى دوام النجاح والرفعة. كوننا نتحدث عن أشعار الجالية، فلا بأس أن أفتتح خطابي بمراسلة شعرية عفوية جرت بيني وبين صديقي الأستاذ عدنان بيضون، الذي كلفني بالمناسبة أن أعتذر باسمه عن حضوره لالتزامه المسبق بمناسبة أخرى تتزامن تماما مع هذه الأمسية، والذي كنت قد أهديته سبحة متواضعة في إحدى المناسبات، فأرسل لي رسالة شعرية عبر تطبيق الواتساب يشكرني فيها بقوله: أهديتني من لدن لطفك سبحة، يا شاعرا بنت الفصاحة مسرحة، أصداء شعرك في فضاه ترددت، تملي على الأسماع طرا أملحة، كم راقني عزف على أوتاره، يهمي على الصدر الحزين فيشرح، من لي بشكرك يا أخي، فإنني بإزاء نبلك ريشتي مترنحة، سبحت حابيك القريب وعرشه، وحملت للتسبيح تلك السبحة. فرددت عليه على ذات الوزن والقافية بهذه الأبيات: لله شعرك يا أخي ما أفصح، قد سر قلبي بالبيان وأفرح، منذ التقيتك نلت تقديري على أدب رفيع كان ثغرك مسرحا، أدب ينال من المشاعر شأوها، ما كنت لو لم يستحق لأمدح، أنا شاعر صافي الحجى وفؤاده حب الفصاحة والبلاغة برح، فلذا أتيتك